نشرة وثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. كل عام أنتم بخير ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. مرحبا بك زميلتي مروة. مرحبا بك عمرو، كل عام وأنت بخير. وكل عام أنتم بخير مشاهدينا. إلى العناوين. القاهرة تعرب عن قلقها إزاء تغيير وضعية منطقة فاروشة القبرصية، وواشنطن ترفض اقتراح أنقرة لحل قائم على دولتين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث بمشعر منى. الرئيس التونسي قيس سعيد يسند إلى الجيش التونسي إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا. ونتابع معكم في نشرتنا الاقتصادية. واشنطن تقول إن اتفاقها مع برلين بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 يتضمن عقوبات محتملة على موسكو. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أعربت وزارة الخارجية عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشة بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وتطالب مصر بالالتزام بقرارة مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن وتجنب أي أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. هذا وقد أعلنت قبرص تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خطط قبرص التركية إعادة فتح مدينة فاروشة الواقعة في شرق قبرص بدعم من تركيا. من جانبها أدانت الولايات المتحدة الخطوة واعتبرت ما يقوم بها القبارسة الأتراك في فاروشة بدعم من تركيا عملا استفزازيا غير مقبول يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف واشنطن المؤيد لتسوية شاملة بقيادة القبارسة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية، معربا عن رفض واشنطن اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص. من جانبه دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مندينيدز إلى فرض عقوبات ضد تركيا بسبب ممارساتها بشأن مدينة فاروشة الواقعة شرقي قبرص، كما اعتبر السيناتور الأمريكي تلك الممارسات بمثابة العدوان بسبب انتهاكها الواضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة وإصرارها على ذلك النمط من الاستفزازات في شرق المتوسط. من جانبها قالت فرنسا إن محاولة القبرص الأتراك إعادة فتح مدينة فاروشة بدعم من تركيا عمل استفزازية. وأعرب وزير الخارجية جان إيف لودريان عن دعم بلاده لقبرص في مواجهة خطط القبارس الأتراك لإعادة فتح فاروشة تحت إدارتهم، ويخشى القبارس اليونانيون من أن تكون تركيا تعتزم الاستيلاء على فاروشة. ووصف الرئيس القبرصي الخطوة بأنها غير قانونية وغير مقبولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ماك، بعد التحية، في ظل الرفض الدولي لخطوات القبارصة الأتراك بدعم من أنقرة لإعادة فتح مدينة فاروشة، هل تتوقع تراجعهم عن هذا التحرك؟ أن الأتراك في هذه المرة سوف يفكروا أكثر من مرة قبل أن يمضوا في هذا المشروع لضم فاروشة إلى نطاق السيطرة والإدارة لقبرص الشمالية المدعاة قبرص التركية، وهي الدولة التي لم يعترف بها أحد في العالم غير تركيا. فأعتقد بعد ردود الأفعال الدولية الخشنة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية يعني هددت باستخدام يعني الإجراءات الخشنة مع
تركيا، وتركيا هي الحليف في حلف الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1952. أعتقد أيضا فرنسا وبريطانيا أعلنوا قلقهم لهذا الموضوع، وأيضا فرنسا انضمت إلى زمرة الدول التي تعترض وبشدة على الإجراءات التي تقوم بها أنقرة يعني دعم ومساعدة مناصريها في شمال الجزيرة القبرصية. طيب، في حال عاندت أنقرة بعد أن حذرتها واشنطن من المضي قدما في دعم القبارصة الأتراك لإعادة فتح فاروشة، هل تتوقع صداما جديدا بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب هذه القضية؟ أن يصل الأمر إلى النزاع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، خاصة أن تركيا هذه ليست المرة الأولى التي تتحرش بالحلفاء في شرق المتوسط. كان سابق لها تحرشت باليونان، وأيضا يعني كانت هناك ردود أفعال قوية من الاتحاد الأوروبي، وكان قاب قوسين أو أدنى إلى توقيع عقوبات قاسية على الدولة التركية لولا تراجع أردوغان وسحب سفن التنقيب من منطقة شرق المتوسط. ولكن أعتقد أن هذه المرة الرئيس رجب طيب أردوغان يغامر مغامرة كبيرة، فهو يعرف أن هناك يعني تحالفات كثيرة في هذه المنطقة، خاصة منظمة غاز المتوسط وأيضا الاتحاد الأوروبي وأيضا حلف الناتو. يعني هذه الخطوة في حال تنفيذها برأيك هل ستقضي على جهود توحيد الجزيرة القبرصية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وسيصبح هذا الأمر حلما من أحلام الماضي؟ هو حيحرك الماء الراكد. 1986 أمم متحدة قالت يبقى الحال كما هو عليه ويقف النزاع المسلح، وتكون الحل من خلال المفاوضات بين القبارصة من الجانبين المسميين بالقبارصة اليونانيين والمسميين بالقبارصة الأتراك. ولكن في ذات الوقت أوقفت الحال على وجود 45 ألف جندي تركي موجودين في الجزيرة في احتلال تركي لأراضي أوروبية وإحنا في القرن 21. فأعتقد أن هذا الأمر ممكن أن يحرك الماء الراكد وأن تخرج الأمور يعني عن الثبات وتدخل في الحل لهذا الملف، خاصة أن هناك الكثير يعني من دول أوروبا تمتعد كثيرا المواقف التركية في الفترة الأخيرة، خاصة أن تركيا تضع العراقيل أيضا أمام تنفيذ خطط الدفاعية لحلف الناتو، لأن قرارات الناتو للأسف كلها تتخذ بالإجماع. فأعتقد أن هناك نية إلى يعني إظهار العين الحمراء إلى تركيا في هذا الملف بالتحديد. الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أيام التشريق، حيث يقضي الحجاج أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة في منى لرمي الجمرات الثلاث، ويؤدون الصلوات في أوقاتها قصرا، ويجوز للمتعجل مغادرة مشعر منى في ثاني أيام التشريق بعد رميه للجمرات للعودة مجددا إلى بيت الحرام لأداء طواف الوداع لتكتمل بذلك جميع مناسك الحج. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الدكتور محمد الحبابي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، بعد التحية وكل عام وأنت بخير. يمكن بيت الله الحرام ورمي الجمرات أنهاه الحجاج في أول أيام التشريق، كيف هو المشهد لديك وماذا عن الإجراءات المتبعة أيضا من جانب السلطات السعودية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج؟ مساءكم استاذتي مروه وزميلك الاستاذ عمر، يشرفني ان اكون معكم على الفضائيه المصريه. كل عام وانتم بخير، ومن العادين ومن الفائزين تهاني نزفها من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الكريم محمد بن سلمان الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الهمام والشعب العظيم شعب مصر. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج انتهت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بيوم العيد، يوم الحج العاشر من ذو الحجة،
رمى الحجاج جمرة العقبة الكبرى، واليوم هم الآن في أول أيام التشريق الثلاثة ويعرف بيوم القر. وهذه الأيام كما تفضلت سابقا في التقرير، اليوم الأول واليوم الثاني، والمتعجل ليس ملزما أن يقضي اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. وفق احتياجات وحرص من حكومة سيد خادم الحرمين الشريفين، وبتعاون من أربع جهات إدارية، رئاسة الحرم المكي والنبوي، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع إخوانهم ومتطوعين كثر يخدمون هذا الحاج الذي هو ضيف الرحمن. الآن الحجاج أنهوا مرحلتين، قريبا ينهون المرحلة الثالثة ويعودون إلى بلادهم، إلى أماكنهم، لأن هذه الكلمة تحزنني أستاذة مروة. نحن لم نشأ وكان صعبا على أنفسنا أن نمنع الحج من الخارج وأن نقلل الأعداد في عام 2020 إلى 10,000، والعام هذا إلى 60,000. بإذن الله العام القادم يفتح ويكون 600,000 أكثر وأقل لإخواننا الذين نحبهم ونودهم في مختلف الدول الإسلامية. وللعلم يا سيدتي أن تقليل أعداد الحجاج ب 10,000 ومن ثم 60,000 كان من منظمة التعاون الإسلامي، واستشير فيه جميع المجمعات الإسلامية، مجمع الأثار الشريف، الإفتاء في المملكة، مجمع المسلمين والإفتاء في العراق، جماعة علماء الإسلام في باكستان، مختلف الدول الإسلامية. نعم. وأيدونا وقالوا نظرا لأمر الجائحة فإلزموا الحرص، لأن من مقاصد الشريعة أن نحافظ على هذا الحاج. نعم. ضيف الرحمن. طيب دكتور محمد، إذا ما أردنا الحديث عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي تطلقه السعودية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، ما هي أبرز ملامحه وأهدافه؟ خدمة ضيوف الرحمن أن يأتي الحاج يبدأ من مراحله الأولى، يستقبل في طواف القدوم في الحرم المكي، ومن ثم اليوم الثامن يوم التروية، التاسع في عرفة، ومن ثم مزدلفة، ومن ثم العيد، ومن ثم أيام التشريق. هذه الضيافة كاملة، أكثر من 71 شركة تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، تنظم أمورهم، تعطي بطاقات بالبركود، ساعات في يد كل حاج، تقيس الوظائف الحيوية، تعطيه المكان الذي يجب أن يتواجد فيه وفق أربع مسارات بألوان مختلفة. الأمور لدى الحجاج هم في عيد حج. نعم. وفي فرحة وفي أنس، ويعودون من هذا الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم طاهرين. تقبل الله يعني من جميع حجاج بيت الله الحرام، وكتبها لكل مشتاق. بشكر وجود حضرتك معنا دكتور محمد الحبابي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خططها لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الخطط الأمنية المستحدثة وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع. وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق الانضباط المروري. على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية الرابطة بين المحافظات والتي تشهد كثافات مرورية مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها لتحقيق أقصى درجات من الانضباط المروري عليها بما يحافظ على أرواح قائدي المركبات، وذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. أحد محاورها نشر دوريات وخدمات وأقوال أمنية على كافة الطرق لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، تقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف كافة الخدمات على المحاور والطرق، وذلك لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وفي حالة الإبلاغ عن أي حادث لا قدر الله أو أي كثافات مرورية يتم التحرك الفوري لفحص البلاغ. منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تم نشرها على كافة المحاور والطرق لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة،
من خلال ربطها بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وبما يتيح سرعة التحرك للتعامل مع الحوادث والأعطال والتكدسات ورصد المخالفات والتعامل معها، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية في ظل تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق لم يسبق لها مثيل. تم استحداث منظومة إلكترونية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد كافة المخالفات وأيضا متابعة الأحجام المرورية والأعطال والحوادث، ويمكن التواصل مع غرفة العمليات الإدارة عن طريق رقم 0122-3-4-0 خلال 24 ساعة. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الانتشار المروري المكثف على الطرق والمحاور الرئيسية إلى تحقيق الانضباط المروري عليها وإلزام قائد المركبات بالسرعات المحددة، وبما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويوفر أجواء من الأمن والأمان يحتفي فيها المصريون بعيد الأضحى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. بكل دقة وفاعلية تنفذ أجهزة وزارة الداخلية الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على طول الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من التزام قائد المركبات بسرعات محددة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وهو ما يوفر أجواء ملائمة لاحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالة زايد تقديم الخدمة الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 53,000 مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي يجرى تطبيقها بجميع المحافظات السياحية تباعا بالمجان، تزامنا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف بشكل عام. وتهدف هذه الخطة إلى توفير الخدمة الطبية والوقائية كافة ونشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا والحفاظ على استمرار انخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس. عادت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لتستقبل المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. نعم، وكثفت أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لتسهيل استقبال المواطنين بالتزامن مع تطوير الحدائق ومنع الإجازات للمهندسين والعمال وقت الأعياد للعمل على راحة المواطنين. في عيد الأضحى المبارك عادت القناطر الخيرية لتستقبل الزائرين بعد إغلاق طويل، وخلال تلك الفترة شهدت تطويرا ملحوظا. بدأنا استعداداتنا من بدري من قبلها بأسبوع، عملنا تكثيف لأعمال الصيانة، أعمال النظافة، أعمال التجديدات، صيانة لكافة المرافق الموجودة بكافة الحدائق. احنا عندنا هنا الحدائق حوالي 10 حدائق بزمام القناطر الخيرية، مساحتها حوالي 70 فدان في خدمة الجمهور، بعضها مطور وبعضها جاري تطويره. كل الاستعدادات تمت لصيانة جميع المرافق وتجديدها وأعمال النظافة وقص النجيل والري والتجهيز والتحضير لاستقبال الجمهور فترة الأعياد. وبمجرد فتح الحدائق عاد المواطنون إليها بشوق عظيم بعد طول غياب بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. صراحة يعني مش لاقين منفس ان احنا نخرج فيه ونتفسح فيه ونفسح الأولاد طبعا فيه، فاحنا بنحمد ربنا طبعا ان هو طبعا يعني ساعدنا دايما ان احنا نرجع تاني ونفرح تاني. مش بنعرف نخرج في العيد اللي فات، وكانوا دايما الاولاد دايما زعلانين عشان خاطر ان احنا ما بنعرفش نخرج، دايما مبسوطين كده في الخروج، ربنا يزيل الغم عننا. بقول الناس كل سنه وانتم طيبين، وبقول لهم كل عيد سعيد وعيد مبارك، ومبسوطه وبقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين. ويرى المواطنون ان افتتاح الحدائق للزياره يزين الاحتفال بعيد الاضحى المبارك. احنا بنيجي عشان نبسط يعني الاطفال واولادنا يعني وكده، ونخرجهم ونفسحهم يعني لا طبعا ده حاجه كويسه بجد والله، والمكان هنا مكان جميل جدا جدا. مبسوطه واحنا مع بعض هنا واحنا واهلنا واخواتنا وكويس يعني، هو جو حلو تبع هنا حلو بس احنا ورحنا ملاهي ورحنا حتت كتير، وكمان هنا حاجه الطبيعه ما اقولكش. وانشئت القناطر الخيريه في عهد مؤسس مصر الحديثه محمد علي باشا، وتقع في محافظه القليوبيه وتتوسط محافظتي القاهرة والجيزة، وتعتبر عامل جذب للمواطنين لقضاء إجازة غير مكلفة بين أحضان الطبيعة يستمتعون فيها بالقناطر التاريخية
وركوب المراكب في نهر النيل وصيد الأسماك وسبعين فدانا من الحدائق الغناء. بعد إغلاق دام 5 أعياد تعود الحياة مجددا إلى حدائق القناطر الخيرية ليعود الزائرون إليها بشوق عظيم لتفتح أمام الأسرة المصرية التي وجدت فيها متنفسا في حضن البراح في عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير. من حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، محمود العزالي، التلفزيون المصري. أكدت شركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة والمطروحة بسعر 85 جنيه للكيلو. هذا وقد تم ذبح هذه الماشية بالمجازر المصرية تحت رعاية طبية وبيطرية كاملة من مصر. كما ضخت الشركة أيضا بتلك المجمعات ما يقارب من 10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيه للكيلو، إضافة إلى اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيه للكيلو. في إطار جهود القوات المسلحة في دعم أعمال البحث والإنقاذ، تمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبي من إنقاذ طاقم يخت شراعي تعرض للجنوح على شعاب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم. وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أنه وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذي يحمل الجنسية السويسرية وعلى متنه 10 أفراد بينهم 4 فرنسيين وسويسريان وإسباني ودنماركي وإنجليزي وأسترالي. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد في موعدها الاثنين المقبل. مجلة التايمز الأمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021. نجدد لكم تحية. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش بإدارة أزمة كورونا في البلاد وتوزيع المعدات الطبية على المراكز الصحية. يأتي ذلك غداة إقالة وزير الصحة بسبب سوء إدارته للأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات بحسب رئيس الحكومة هشام المشيشي. وبالتزامن تم تعليق حملة الأبواب المفتوحة للتلقيح ضد كورونا تجنبا لاكتظاظ المواطنين على مراكز اللقاح في ظل نقص اللقاحات وتزايد الإصابات بكورونا. لم يجد الرئيس التونسي قيس سعيد سبيلا سوى إحالة ملف أزمة وباء كورونا إلى المؤسسة العسكرية، والسبب هو سوء قرار وزير الصحة المقال بإتاحة التطعيم أيام عيد الأضحى لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وكانت النتيجة تزاحم وتدافع المواطنين في مشهد يخالف تماما إجراءات كبح التفشي السريع للوباء في بلد يسجل ثاني أسوأ معدل وفيات بعد ناميبيا. أقل ما يقال فيه أنه قرار كان غالط 100%، وكشفته مع التداعيات نتاعه على أول حاجة المجتمع، لانه يوم فرحه ولاتنا يوم ما نقولش تعاسه، ولكن كان بوكو دو تونسيون في تونس خاصه في مراكز التلقيح، وادى بذلك حتى تهشيم معناتها بعض الابواب وبعض معناتها الشبابيك في مراكز معناتها التلقيح والاعتداء حتى على المنظمين او حتى الاطارات الطبيه والشرطه الطبيه. وفي محاوله لاحتواء التبعات حصرت وزاره الصحه التونسيه عمليه تطعيم على من هم فوق 40 عاما، لكنها تسابق الزمن حرفيا، إذ يتعين عليها تطعيم 100,000 شخص في اليوم لكسر سلسلة انتقال العدوى، علما بأن المعدل الحالي 40,000 في اليوم. ويعاني النظام الصحي في تونس تدهورا جراء نقص إمدادات الأكسجين وقلة الأسرة في وحدات الإنعاش، إلى جانب ضعف أعداد الطواقم الطبية. وغير بعيد فإن إقالة وزير الصحة تفت في عضد حكومة المشيشي التي تواجه بالفعل انتقادات جمة ما بين اتخاذ قرارات متضاربة وعدم تنفيذ القيود الصحية.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي خليل الرقيق. أستاذ خليل، بعد تحية، كيف يساعد قرار الرئيس التونسي بتكليف الجيش بإدارة أزمة كورونا في تخطي الوضع الحالي؟ أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير والشعب المصري العزيز بخير. وحضرتك طيب. يعني ما فعله رئيس الجمهورية اليوم يدخل تحت طائلة التصرف في حالة خطر داهم، بمعنى وقفنا على حقيقة يوم أمس، يوم المفتوح للتطعيم، أن الحكومة المدنية كانت عاجزة بالكامل عن ضبط الشارع، عن ضبط حالة الفوضى التي دخل فيها المواطنون بموجب الفزع من كورونا، وعن أمور تنظيمية سيئة. رئيس الجمهورية عندما صرح بذلك أكد على حقيقة مؤلمة، وهو أن هناك من دفع الأمور إلى أن تصل إلى هذه الفوضى، أي أن الأزمة السياسية التونسية دخلت على خط الأزمة الصحية، ووقعت توظيفات عديدة، منها أنه يعد منذ مدة لإقالة وزير الصحة المحسوب بدوره على رئيس الجمهورية، وقد وقع استغلال هذه الفوضى وهذا المهرجان الفوضوي إن شئنا لإقالته، ربما لحسابات سياسية تحملها حركة النهضة المتحكمة الآن في الحكومة، والتي تريد أن تدخل في هذه الحكومة لاعبين جدد بوزير صحة جديد ووزراء آخرين. اليوم نحن وقفنا على حكومة فيها تقريب 9 وزارات تدار بالنيابة، بمعنى عاجزة وظيفيا عن مجابهة كارثة كالتي لدينا في تونس، يعني كارثة صحية بأتم معنى الكلمة. إذن برأيك أستاذ خليل، ما هو المطلوب الآن من السلطات التونسية لوقف التفشي السريع لإصابات كورونا في ظل الوضع السياسي الراهن مع بطء حملة التطعيم؟ واضح الحل الجزئي وجد اليوم بعد قرار رئيس الجمهورية، بمعنى تكليف إدارة الصحة بالمؤسسة العسكرية التي تملك درجة عالية من الانضباط للدولة البعيدة عن التجاذبات السياسية، ثم التي تملك خبرات صحية من أفضل ما يكون في تونس، بمعنى الجيش قادر كمؤسسة الآن على تأمين عملية الإنقاذ، على الانتشار في فضاءات انتقال العدوى وتركيز فضاءات التلقيح وتركيز فضاءات المساعدة، مساعدة المواطنين على العلاج. هذا حل جزئي مبدئي، ولكن الحل في نهاية الأمر في تونس لم نبقى كثيرا في انتظار حل الأزمة السياسية. اليوم المسألة الصحية والمسألة الاجتماعية والاقتصادية تأثرت كثيرا بهذا التشظي الصلاحياتي ما بين الرئيس والحكومة والبرلمان، تأثرت كثيرا بالألاعيب التي قامت بها حركة النهضة تحديدا من أجل السيطرة على المفاصل الحيوية للسلطة، العدل الداخلي، الصحة الغيري. المطلوب الآن هو أن هذا وجود العسكر في التأمين الصحي هو حل جزئي يسبق ربما تحولات سياسية في ظل بحث الشارع التونسي الآن وبصوت مسموع عن حل لهذه الأزمة. لا نستطيع أن نواصل بحكومة تعاني خللا وظيفيا في ممارسة السلطة، ونحن فعلا تحت راية الخطر الداهم الآن الذي استوجب التصرف بغير الطرق المعتادة، يعني بغير الطرق الحكومية المعتادة. نعم. الحكومة المدنية التي تشرف على الصحة وغير ذلك. من تونس المحلل السياسي خليل الرقيق، شكرا جزيلا لك. توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا السلالة الأكثر انتقالا خلال الأشهر المقبلة، وأوضحت المنظمة أن المتحورة دلتا الشديدة العدوى هي المسؤولة حاليا عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وبريطانيا. وتنتشر المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في الهند في 124 دولة وإقليما حاليا، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي إلى القائمة. ألغت السلطات الفرنسية إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة المحصور الدخول إليها لحامل الشهادة الصحية، وذلك في وقت سجلت البلاد فيه أمس ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بكورونا. وفي إيطاليا قال رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافائيلي في مدينة ميلانو الإيطالية إن فيروس كورونا قد انتهى سريريا في الوقت الحالي. واستند المسؤول الصحي في إيطاليا إلى مقارنة عدد من دخلوا المستشفى خلال شهر مايو من العام الماضي لإصابتهم بكورونا واستمر علاجهم لمدة شهر، وبين عدد المرضى الذين نقلوا إلى نفس المستشفى الأسبوع الماضي وبلغ عددهم 11 مصابا، تم إعادة 8 منهم إلى منازلهم و3 في المستشفى لأسباب غير خطيرة.
وفي أستراليا شهدت أكبر ولايتين في البلاد زيادة حادة في الإصابات الجديدة بكورونا، حيث سجلت ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني أكبر المدن من حيث عدد السكان 110 حالات جديدة بفيروس كورونا، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 22 إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي سلالة دلتا الشهر الجاري. كما سجلت تايلاند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا بلغ 13,000 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 430,000 حالة إصابة وأكثر من 3,600 حالة وفاة. أعلن مصدر أمني عراقي مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مقر للقطاعات العسكرية العراقية شرقية محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام العراقي الأمني عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والعثور على أسلحة وعتاد في البصرة، حيث تم إلقاء القبض على 8 مطلوبين، كما تم ضبط 6 بنادق كلاشينكوف ورشاش بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاستشارة النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديدة ستجرى في موعدها المقرر الاثنين المقبل، وأوضح عون في تصريحات له أن أي طلب محتمل لتأجيل الاستشارات يجب أن يكون مبررا ومعللا، وجاءت هذه التصريحات ردا على أنباء تفيد باحتمالية تأجيل الاستشارات النيابية لعدم اتفاق القوى السياسية في لبنان على مرشح بعد اعتذار سعد الحريري إثر خلافات مع المؤسسة الرئاسية. أعلنت المفوضية الأوروبية رفضها إعادة التفاوض بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة الخاص بالترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية. جاء ذلك ردا على طلب وزير الدولة البريطاني المكلف بملف بريكزيت ديفيد فروست، طلبه من الاتحاد الأوروبي تعليق بنود اتفاق ما بعد بريكزيت بشأن أيرلندا الشمالية لحين التوصل لاتفاق بشأنها. قررت مقاطعة خبي شمالية الصين إغلاق عدة طرق سريعة وتعليق أكثر من 100 رحلة قطار ركاب في المدينة بسبب غزارة الأمطار وهبوب العواصف في أجزاء كثيرة من المقاطعة منذ ظهر أمس. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصينية مقتل أكثر من 25 شخصا من جراء الفيضانات التي تجتاح إقليم خنان بوسط الصين، بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق. ما زال التغير المناخي يقود ظواهر الطقس المتمردة في جميع أنحاء العالم لتصل آخر محطاته وأحدثها إلى الصين وتحديدا إقليم خنان. فيضانات تسببت فيها أشد موجة هطول للأمطار منذ 1000 عام لتجرف في طريقها الأخضر واليابس وتخلف من ورائها عشرات القتلى والمصابين إلى جانب تشريد الآلاف. أما الخسائر المادية فحدث ولا حرج، انهيار في البنية التحتية وتعطيل للطرق وقطع للكهرباء إلى جانب توقف كامل لوسائل النقل من وإلى الإقليم المنكوب. ففي الوقت الذي لم تتمكن فيه السدود من الصمود أمام الفيضانات غرق مترو الأنفاق بين موجاتها العاتية، ما تسبب في مقتل نحو 12 شخصا بينما تمكنت قوة الإنقاذ من النجاة بباقي الركاب. وإلى جانب قوات الإنقاذ يسارع أكثر من 500,700 جندي صيني الزمن ضمن جهود البحث والإنقاذ إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من السكان بالمناطق الواقعة في مرمى الفيضانات. يأتي ذلك فيما فعل المرصد الوطني الصيني إنذار اللون البرتقالي من العواصف الممطرة في أجزاء كثيرة من البلاد، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام إنذارات الطقس المرمز بالألوان. كارثة طبيعية تعجز السلطات الصينية عن توقع عواقبها وسط تحذيرات من استمرار الأمطار وبلوغ المياه مستويات التحذير في عشرات الخزانات والسدود.
يتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية. ويتلقى وزير الزراعة تقارير من رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول جهود الإدارة في منع تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات. على مدار الساعة وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة تتصدى وبكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية. وفور تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعديات من خلال الخط الساخن، يتم التنسيق مع إدارات حماية الأراضي والأجهزة المعنية لإزالة التعديات في المهد. الأراضي الزراعية المصرية خط أحمر، التعدي عليها جريمة في حق الأجيال. غرفة العمليات منعقدة منذ أول أجازة وحتى الساعة، بنرصد جميع التعديات، والتعديات على الأراضي الزراعية بيتم فورا في حالة أي رصد أي تعدي أو أي شكوى بتصلنا، وبدون بدون أي شكوى أو أي شيء، فرق العمل مهندسي حماية الأراضي متواجدين على مستوى 6000 جمعية، أكثر من 6000 جمعية زراعية، متابعة الزمام من أول ضوء حتى آخر ضوء خلال أجازة العيد. لأن في الأجازات زي ما أنت عارف حضرتك بعض الناس تسول لها نفسها النفوس الضعيفة، بعض وليس الكل، إن شغال الدولة في العيد ولا لا. إحنا عيدنا يا فندم في عيدنا أن نحافظ على الأرض الزراعية. المعتدون على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية محل رصد ومتابعة من جانب العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي عبر تلقي الشكاوى من جانب المواطنين من خلال الخط الساخن. هو بيجي حضرتك الشاكي بيبعت لنا الشكوى إما على الفاكس يا إما على الخط الساخن، بنتعامل معاه، بنخطر مديرية الزراعة في نفس اليوم، بيجي لنا رد يعني في خلال 48 ساعة بيردوا علينا، وبناخد إجراءات طبعا بننبع المديريات إنهم ياخدوا إجراءاتهم بإزالة في المهد عشان المبنى ما تتطورش لمبنى كامل. بنتلقى الشكوى من خلال الخط الساخن 19561، تمام. بنبدأ نستقبل الشكوى من الشاكي. أهم شيء في عملية الشكوى ورد الفعل والكلام ده، أهم شيء عندي أن يكون في رقم بطاقة، صورة للشاكي نفسها، عشان أقدر أستدل بالحاجات دي كلها من خلال الشكوى، عشان ممكن يكون في شكوات كيدية. حماية الأراضي الزراعية مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون مسؤولية من جانب وزارة الزراعة والجهات المعنية. ها هنا بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة رفع لحالة الطوارئ عبر غرفة عمليات مستمرة طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك. لا تعديات على الأراضي، لا أجازات للعاملين، وفقا لقرار مجلس الوزراء في حال رصد أي مخالفة يتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية. فالأرض الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. اختارت مجلة تايم الأمريكية في تصنيفها السنوي مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم لعام 2021، ودعت العالم لزيارتها. وفقا لهذا التصنيف جاء اختيار مدينة القاهرة بسبب بناء المتحف المصري الكبير والذي ينتظر العالم افتتاحه قريبا، بالإضافة لإقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى. هذا وشملت القائمة عددا من مدن العالم منها أثينا وبرلين وكاف ولاس فيغاس ومدريد وغيرهم. أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد. وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز الشؤون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء في المكافحة. كما قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. أخبارنا الاقتصادية تقدمها لنا رانيا محمود.
أخبار المال والأعمال في نشرة الثامنة مساء لحضراتكم وكل التحية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمحطات الوقود، وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تكليف مجموعات عمل بالمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة وأخذ عينات من الوقود، وأشارت إلى أنه تم تحليل العينات المأخوذة من عدد من المحطات بمحافظات القاهرة الكبرى وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن خطة نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي. وأوضح الملا أن قرابة 400 محطة تؤدي خدمة التموين بالغاز حاليا، وأشار إلى أن العمل جار للانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى، علاوة على 408 محطات جديدة جار العمل على إنشائها، كما سيتم البدء لاحقا في إنشاء نحو 200 محطة جديدة. وأضاف الملا أن المحطات الجديدة تشمل إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمات التموين بالغاز لمحطات التموين بالبنزين والسولار. ذكرت دراسة للجامعة الأمريكية في بيروت أن مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وأوضحت الدراسة أن تكلفة الغذاء لأسرة مكونة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانية من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز. ووفق الدراسة ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 50% في أقل من شهر. وحذرت الدراسة من أن الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط ويساوي الحد الأدنى للأجور 675,000 ليرة. توصلت واشنطن وبرلين إلى اتفاق لإنهاء خلافهما بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا. ويتضمن الاتفاق عقوبات محتملة على موسكو إذا استخدمت الطاقة كسلاح، كما ينص على سعي الولايات المتحدة وألمانيا على تمديد التدابير التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا 10 سنوات. وتعارض واشنطن وبشدة خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وليس عبر أوكرانيا، وتعتبر أنه يحرم كييف من رسوم تجنيها حاليا من عبور الغاز الروسي أراضيها، كما يحرمها من وسيلة ضغط على موسكو. كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن واردات الولايات المتحدة التجارية من النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 7.1 مليون برميل يوميا. وأوضحت أن هذه المستويات هي الأعلى منذ شهر يوليو من العام الماضي، مما عزز صافي واردات الخام ليبلغ أعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر الماضي. وتراجعت مخزونات النفط في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي بواقع 2.2 مليون برميل إلى 119 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر من عام 2018. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب في الليل، ورياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة في الليل. وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على
أقصى جنوب البلاد، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، واتجاه رياح شمالية غربية. أما عن سيناء فالطقس مائل للحرارة، راطب شمالا شديد الحرارة، راطب جنوبا نهارا، معتدل الحرارة، راطب في الليل، ورياح ناشطة، والبحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، واتجاه رياح شمالية غربية. أما عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونتعرف معكم الآن على درجات الحرارة ونبدأها من مدينة القاهرة. في القاهرة غدا الخميس 24-36، وفي يوم الجمعة 24-35، وفي يوم السبت أيضا 24-35. وفي مدينة شرم الشيخ غدا الخميس 28-38، وكذلك في يوم الجمعة 28-38، وفي يوم السبت 27-37. وفي مدينة شرم الشيخ غدا الخميس 27-40، وفي يوم الجمعة 27-41، وفي يوم السبت 26-40. أما عن درجات الحرارة في بقية مدن ومحافظات مصر فنبدأها من مدينة القاهرة مرة أخرى. في القاهرة 24-36، الإسكندرية 23-30، دمياط 23-31، وفي بورسعيد 24، والعظمى 32. في العريش 24-31، في رفح 23-30، الإسماعيلية 24-36، وكذلك في السويس 24، والعظمى 36. في مطروح 23-30، وادي النطرون 24-35، وكذلك في المنصورة 24-35، وفي طنطا 24، والعظمى 36. في دمنهور 24-33، سانت كاترين 21-32، الغردقة 28-38، وكذلك في شرم الشيخ 28، والعظمى 38. في الفيوم 24-36، المنيا 8-22، وفي أسيوط 26-38، وكذلك في سوهاج 26-38. نهاية الثامنة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. القاهرة تعرب عن قلقها إزاء تغيير وضعية منطقة فاروشة القبرصية، وواشنطن ترفض اقتراح أنقرة لحل قائم على دولتين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث بمشعر ميناء. الرئيس التونسي قيس سعيد يسند إلى الجيش إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا. المزيد دائما يأتيكم عبر maspiro.eg. وصلنا إلى ختام الثامنة من الفضائية المصرية من القاهرة. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لك مروة شبراوي، شكرا لك رانيا محمود، وشكرا للمخرج أحمد معوض. إلى أمان الله.